السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه ان شاء الله. اليوم جيت نوريكم هذه الحلوه هذه ديال كاوكاو اللي تقامت عليا انا بدولار. ايه بدولار. تقدروا تحضروا هذه الحلوه هذه، سهله بسيطه، يعني ما كتطلبش معكم واحد العجينه، ما تعجنوا ما تدلكوا ما حتى شي حاجه. خليكم معايا غادي نوريكم طريقه تحضير هذه الحلوه. غادي نحتاجوا لهذا بينات بارر، كنوجدوه في جميع المحلات هنا بامريكا، وما كنعرفوش اش نديرو به. كنديرو به هاد الكوكيز. صافي، انا اليوم جيت نوجد لكم به واحد الحلوه اللي وريت لكم في بدايه الفيديو. خليكم معايا. هذا شريته بدولار، دولار واحد من دولار تري، فيه 204 غرام. كنحتاجو ليه جوج معالق ديال الزيت ومعلقه ديال الماء. هادو هما المكونات اللي كنخلطو بهم. صافي، ولكن انا غادي نزيد فيه واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، باش حيت هو حلو اي باش تنقص لي داك الحلاوه ديالو باش تجمع لينا الحلوه. صافي، هادو هما المقادير ديال هاد. غادي ناخد هذا ونخوي في واحد البول محتوى كامل، وغادي نزيد عليه. هانتوما كيفاش كتشوفوا هو راه ناعم، يعني كتشوفوا مزيت شي شويه. صافي، غادي نزيد عليه المعلقه كبيره ديال الدقيق، وغادي نخلطهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم مزيان. يعني نحاولوا ان نلبسوا الطحين مع هذاك الخليط مزيان حتى تنشوفوا بانهم انسجموا مع بعضياتهم. وغادي نزيدو دوك جوج معالق ديال الزيت ومعلقه ديال الماء، ونخلطوه مزيان. نخلطوه حتى يتكون لينا واحد العجين. ولا احتاجينا الماء غادي نزيدوه، الا شفنا العجينه ما تجمعاتش لينا، لانني انا زدت فيها هذيك معلقه كبيره ديال الدقيق، غادي نزيدو واحد المعلقه صغيره ديال الماء. صافي، غنبداو نجمعوا العجينه. هانتوما كيفاش خرجت لي العجينه رطبه متماسكه، هذا هو القوام اللي حنا غنحتاجوه. صافي، انا هنا خديت واحد الميزان وعبرتهم، درت فيهم 18 غرام في الوحده، بغيتهم يجوني كلهم قد قد. انا كملت كاع الكراي ديالي بالعبار، درت فيهم 18 غرام. صافي، وكورتهم وحطيتهم في واحد الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. هانتوما صافي، وخليت بهم خليت الفراغ بيناتهم. صافي، وغندخلوها الفرن على درجه حراره 350 اللي كنكونوا سخناه من قبل المده ديال، وغادي نخليوها في الفران المده ديال 7 ديال الدقائق ونرجع معكم.
هذا في هذا الاثناء غادي نشوفوا الشوكولات ديالنا اللي غادي نزينوا به. هو هذا هو الشوكولات، حتى هو خديته بدولار. غادي نحتاج 13 حبه، لانني انا العجينه ديالي خرجت لي 13 حبه. صافي، وهذه هي الحلوه ديالنا. بعد ما دازت 7 ديال الدقائق خرجتها من الفرن، هي مازال ما طابتش، باقي خصها تكمل الطياب ديالها. غادي نزينها بهذا الشوكولات، هذا غادي نزينها كامله. هانتوما كما كتشوفوا كتشقق لينا، كنضغطوا على هذيك الشوكولاته تدخل مزيان، تنثبتوها. صافي، حتى نكمل جميع الحلوه ديالنا ونرجعوها للفران المده ديال 3 دقائق، ما نفوتوش فيها 3 دقائق ونخرجوها. خليكم معايا كتشوفوا داك. هذه هي الحلوه ديالنا بعد ما كملنا 3 دقائق. هانتوما كتشوفوا داك الشوكولات واحد اللمعان فيه، وخليوها ما كيدوبش، كيبقى محافظ على الحجم ديالو، ما نقربوش ليها. والحلوه ديالنا راه باقا ما لمعان ديال الشوكولات، هو ما تيدوبش، باقا شويه رطبه، يعني ما تحيدوهاش ليها، غنخليوها حتى تبرد مزيان. تبرد تماما، ما تخليوها تبرد باش ما تخسرش معانا، عاد ديك الساعه تحيدوها من لاطا. هانتوما كيفاش كتشوفوا، هذه هي الحلوه ديالنا. هانتوما كتشوفوا هاد اللمعان ديال الشوكولات. نتمنى انكم تجربوها، هي الحلوه ديالنا، وتردوا عليا في التعاليق، ونتمنى انكم تزوروا القناه ديالي وديروا الاشتراك، عاد نحيدوها ودعموني باللايك. هانتوما غادي من بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذه هي الحلوه ديالنا. هانتوما كيفاش كتشوفوا، جات زوينه في المنظر وحتى في المذاق، كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها، كتجي غزاله وغير بدولار، يعني ما غتكلفكمش، ما غتحتاجوا ليها لا دقيق لا هذا، تقدر تشقق معاكم ما تشققش، تبقاوها زين لها الهم. انا جبت لكم فكره سهله قلت نشاركها معاكم. هذه هي الحلوه ديالنا، هانتوما كيفاش كتجي، المنظر ديالها زوين وحتى في المذاق كتجي رائعه معلكه. هانتوما نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساونيش بالدعم ديالكم باللايك وسبسكرايب للقناه ديالي، والى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.